تعرف مدينة عين صالح أو تعرف مدينة عين صالح بعاداتها وتقاليدها، منها تلك العادات الدينية على غرار السلكة التي تنطلق قراءة القرآن فيها في المساجد من العصر حتى صلاة الصبح، وهذه تخص الأولياء الصالحين، وأخرى تبدأ من العصر إلى صلاة المغرب وتكثر فيها الأدعية تقربا لله عز وجل. عبد الرزاق حج. رانا موجودين هنا قبل صلاة المغرب، بدأنا من بعد صلاة العصر، فتحنا السلكة ونبدينا في القراءة إن شاء الله إلى بعد طلوع الفجر تنتهي السلكة. يوم السلكة نختموا فيها القرآن الكريم حتى لصلاة الصبح، نحن متواجدين من صلاة العصر حتى للصبح لختمة القرآن إن شاء الله. فيها نوعان، نوع أول هو للدراء أولياء الصالحين، هي تبدأ من صلاة العصر إلى تقريبا الصبح عندما تختم السلكة من الفاتحة من البقرة إلى الفاتحة تنتهي. والسلكة الثانية هي الوفيات، يسمع الطلبة حفاظ القرآن ويقرأونها ثم تنتهي في وقت وزيز.